النهاردة إن شاء الله هنبدأ أول محاضرة في تصميم فيلا سكنية. بتتكون من هي معمولة نظام فيلا بحيث إن يكون أرضي وأول دوبلكس مفتوحين على بعض، وباقي الأدوار هتكون أدوار سكنية عادية زي ما احنا شايفين. يكون ده الدور الأرضي وده السلم الخارجي اللي بيدخل على البيت من تحت اللي هو الفيلا، وهنا سلم دوران بيطلعني للدور اللي فوق اللي هو ده. تمام، فدولت الدورين الدوبلكس، وعندنا هنا الأدوار المتكررة السكنية. طبعا هنا ده السلم اللي هو ده السلم العادي اللي هو بيطلعني لباقي الأدوار بتاعتي. فاحنا ان شاء الله هنبدأ في اول محاضرة، هناخد البلانات هنشتغل عليها، نعمل استاتيكال سيستم، نحول من معماري لانشائي. بعد كده هناخد البلاطات هنصممها على برنامج السيف. بعد كده ان شاء الله هنعمل شيتات اكسل ونصمم الاعمدة بتاعتنا. بعد كده هننزل برياكشنات الاعمدة، طبعا بعد ما نجيب الرياكشنات على الارض اللي هي تحت على القواعد، فهنبتدي نمسك القواعد نصممها، نجيب التي اس بتاع القواعد ونجيب الحديد. فان شاء الله يعني تكون دورة مفيدة والناس تستفيد منها ونقدر نقدم حاجة كويسة ان شاء الله. فاحنا اول حاجة عشان نيجي نشتغل على بلان زي ده، طبعا الانشائي بيقل عن المعماري بدور. بمعنى يعني ايه مسقط افقي الدور الارضي؟ مسقط افقي الدور الارضي يعني ارضية الدور الارضي، بمعنى ان المعماري زي ما احنا عارفين بيقطع ويبص لتحت وبيشوف ارضية الدور، الانشائي بيقطع ويبص لفوق فبيشوف سقف الدور. بمعنى ان انت كمهندس معماري بتكتب مثلا مسقط افقي الدور الاول، يعني ده معناه ان دي ارضية الدور الاول. طيب ارضية الدور الاول هتساوي ايه؟ ارضية الدور الاول هي سقف الدور الارضي. تمام، يعني مثلا انت واقف في الدور الثاني، فارضية الدور الثاني اللي انت واقف فيها دي اللي هي اساسا سقف الدور الاول. معنى الكلام ان الانشائي بيقل عن المعماري بدور. تمام، ما هو المعماري بيقطع وبيبص لتحت، الانشائي بيقطع وبيبص لفوق، بس في الاول وفي الاخر الاتنين بيبصوا على نفس الحاجة. يعني المعماري واقف في الدور التاني قطع في نص الدور وبيبص على ارضية الدور التاني، الانشائي هيبقى واقف في الدور الاول قطع في نص الدور وبيبص على سقف الاول، لان ارضية التاني هي سقف الاول. تمام. طيب حد هيجي يقول لي يا باشمهندس، طيب مسقط افق الدور الارضي ده اللي هو عبارة عن ايه؟ هقول لك طب دي أرضية الأرضي، هل احنا عندنا بدروم؟ لو عندنا بدروم يبقى أرضية الأرضي اللي هي سقف البدروم. طيب احنا ما عندناش بدروم، يبقى أرضية الأرضي دي اللي هي هيبقى ايه؟ هيبقى الأساسات يا باشمهندس. تمام، يعني محدش يجي يمسك بلان الأرضي يعمل له إنشائي، لا، ما هو انت هتعمل لوحة الأساسات فده مش هنيجي جنبه. هتبدأ تعمل إنشائي المسقط افقي الدور الدوبلكس. تمام، انت هناخد ده كده كوبي وبعدين هننقله هنا وبعدين هنبدأ نشتغل عليه ان شاء الله. اول حاجة طبعا المعماري هيبقى مديك الاعمدة، فحاول على قد ما تقدر تلتزم باعمدة المعماري. تمام، لان هو بيبقى حاططها لاهداف معينة وبيبقى حاططها علشان تكون الواجهة طالعة بشكل معين ويكون محقق يعني ايه مظهر كويس، فانت تلتزم بالاعمدة اللي المعماري حاططها، ماذا والا لو هو حاطط مسافة بين الاعمدة كبيرة. طيب هتقول لي يا باشمهندس، هي المسافة بين العمود بتتراوح من كام لكام؟ هقول لك المسافة بين العمود من 3 متر ل7 متر. هتقول لي طب اشمعنى؟ هقول لك من 3 متر يعني ايه؟ يعني المسافة بين العمود ما تقلش عن 3 متر، عشان لما تيجي تصمم القواعد مثلا لو قواعد ايزوليتد
بتكون شبكة حديد واحدة بس في القاعدة الايزوليتد. فانت لو خليت المسافة بين الأعمدة أقل من 3 متر، ممكن القاعدة دي تدخل في القاعدة دي فيبقوا قاعدة كومبايند، والقاعدة الكومبايند بتبقى شبكتين حديد، فبالتالي انت كده هتكلف المالك فلوس أكتر. بمعنى ان انت حاول تخلي المسافة بين الأعمدة ما تقلش عن 3 متر عشان القواعد ما تدخلش في بعض وتتقلب قاعدة كومبايند، يبقى بدل ما تتعمل ايزوليتد فوتنج شبكة حديد واحدة، بقت اتعملت كومبايند فوتنج شبكتين حديد. طيب ليه ما تزيدش عن 7 متر؟ هقول لك، لان حضرتك عارف ان المسافة بين العمود والعمود اللي هو الاسبان بتاع الكاميرا، طبعا مثلا المعادلة الامبريكال اللي احنا عارفينها بتاع الكاميرات، مثلا المومنت دبليو سكوير على 8، فكل ما ال هيزيد هتلاقي المومنت بتاعك بيزيد. فانت لما تخلي الاسبان يزيد عن 7 متر هيبقى عندك ديفليكشن عالي جدا على الكاميرات، تمام؟ سواء كان كاميرات سواء كانت بلاطة، فكل ما الاسبان يزيد هتلاقي عندك الديفليكشن بيزيد. فانت حاول ما تخليهاش تعدي 7 متر، لان هيبقى عندك ديفليكشن عالي جدا، تمام؟ طبعا لو عندك ديفليكشن عالي جدا على البلاطة وكده، فانت طبعا لو زودت التي اس الديفليكشن هيقل. طيب وليه؟ طب ما انا ما اخليش المسافة بين الأعمدة تبقى كبيرة لدرجة انها تعدي 7 متر عشان نتجنب حوار الديفليكشن ده. طيب هتيجي تقول لي، طيب يا باشمهندس بالنسبة للإنشائي كلمني شوية عن الكاميرات. هقول لك دلوقتي، انت لو المبنى بتاعك كان سوليد سلاب، لازم كل حيطة يبقى تحتها كاميرا، لأن الكاميرا هي اللي شايلة الحيطة، فحمل الحيطة بيبقى ديستريبيوتد لود على الكاميرات. هتقول لي طيب تمام، طب لو المبنى فلات؟ اقول لك يا باشمهندس، المبنى لو فلات انت عارف طبعا ان الديد لود انت لما بتيجي تحسب الدبليو سلاب بتقول 1.4 في الديد لود زائد 1.6 في اللايف لود. الديد لود ده اللي هو جاما سي في التي اس زائد الاف سي، ده بالنسبة للسوليد. ليه بقى ما دخلناش وزن الحوائط في الديد لود؟ لان انت كده كده مشايل الحوائط للكاميرات، مش هتحطها في الدبليو سلاب. طيب يا باشمهندس لو انا عملتها فلات، اقول لك الفلات ما فيهاش كاميرات من جوه، فانت هتشيل الحوائط على الكاميرات على البلاطه، فبالتالي لما تيجي تحسب الدبليو سلاب اللي هي 1.4 في الديد لود زائد 1.6 في اللايف لود، هيبقى الديد لود بتاعك بتاع الفلات عباره عن ايه؟ جاما سي في التي اس زائد الاف سي زائد وزن الحوائط، يبقى 1.4 في جاما سي في التي اس زائد الاف سي زائد وزن الحوائط، ده اللي هو الديد لود، زائد 1.6 في اللايف لود، تمام؟ يبقى في السوليد سلاب بحط الحوائط فوق الكاميرات وبيبقى ديستريبيوتد لود على الكاميرات، في الفلات سلاب بدخل وزن الحوائط على البلاطة لأن أنا إيه، البلاطة هي اللي شايلة الحيطة. هتقولي مين اللي معماريا أفضل؟ هقولك طبعا الفلات سلاب، لأن أنت مسيح وزن الحوائط على البلاطة، فانت لو حبيت تكسر جدار وتخلي الجدار ده تحطه في مكان تاني البلاطة تشيل معاك، مفيش مشكلة خالص لان انت مسيح وزن الحوائط على البلاطة كلها. اما السوليد سلاب انت لو جيت تكسر حيطة وتنقلها ممكن تبقى مشكلة، لان حضرتك عامل حسابك ان كل حيطة تحتها الكاميرا اللي شايلاها، فانت لو جيت تنقل حيطة من مكان لمكان هتعمل لك مشكلة في السوليد سلاب. طيب يا باشمهندس، هما ايه المساحات اللي بيغطوها؟ هقول لك السوليد سلاب بتغطي لحد مساحة 36 متر مربع، الفلات سلاب بتغطي لحد مساحة 64 متر مربع، الهولو بلوك بتغطي لحد مساحة 144 متر مربع، ده في حالة الوافل سلاب طبعا اللي هي الهولو بلوك التو واي. البانل بيم بقى دي نظام تغطيات بيغطي مسافات كبيرة، وعندنا البانل دي فريم بيغطي تقريبا لحد 600 متر مربع، تمام؟ فده يعني مجمل كده اختصار عن قواعد الكاميرات الأعمدة الأسقف. فاحنا عندنا في السوليد سلاب هنحاول ان الماكسيمم سبان يبقى 6 متر، الفلات سلاب هنحاول ان الماكسيمم سبان يبقى 8 متر، الهولو بلوك هنحاول ان الماكسيمم سبان يبقى 12 متر، والبانل دي بيم طبعا اتفقنا كده كده ما بيبقاش فيها أعمدة من جوه، تبقى الأعمدة خارجية على حدود المبنى فقط، ده في البانل دي بي ما يبقاش فيها أعمدة من جوه، تمام؟ إن شاء الله ده أول فيديو من الدورة، والفيديو الجاي بإذن الله نصمم. طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل بإذن الله الدورة بتاعتنا، الفيديو رقم 2. هنيجي بقى نعمل statical system لحاجة زي كده. طيب مبدئيا أول حاجة عشان تعمل statical system هنشيل الحاجات المعمارية اللي احنا مش عاوزينها. طيب واحد من الناس ربنا بيكرمه كده، مثلا عايز يشيل الأبواب، فهيدوس هنا مثلا داس كده، فلاقي الباب مثلا بليار الزيرو، فهيروح جاي مثلا عامل لليار الزيرو قافلها مثلا أو حاجة، واخد بالك. ممكن مثلا واحد تاني دماغه تجيبه إن هو يقفل كل حاجة ما عدا الأبواب، وبعدين يروح مختار البيبان كلها ومسحها. طيب واحد تاني مثلا عارف أوامر زي قايمة لير 2 اللي هي اللي أنا ظاهرها هنا دي، فيختار حاجة اسمها لير ايزوليت، بعدين يدوس على الباب، بعدين يدوس انتر، كل حاجة تختفي ما عدا الأبواب، يروح محدد الحاجات دي كده يشيلها. طب أرجع ازاي تاني يا باشمهندس؟ هتدوس على لير بريفيوس، هيروح ظاهر لك الشكل كله. طيب تمام، خلينا نمسح دي كمان. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا كمان مبدئيا في الاستاتيكال سيستم برضو، هل انا عايز التكست والمطابخ والحاجات دي؟ لا، فهروح مختارها وادوس لير ايزوليت، وبعدين اروح ماسح الكتابة دي وارجع اعمل لير بريفيوس. شايفين المبنى بدأ يرضى معانا واحدة واحدة، نمسح الحاجات بتاع البيبان. تمام طيب خلينا نشيل دي كمان، دي طبعا كانت حدود الدور الأرضي فاحنا هنشيلها. دي كنا المفروض بنحطها امتى؟ لو انت كمهندس مدني انت اللي حاطط الأعمدة، فبتروح جاي عامل محدد الحدود بتاعتك وتنزل الأعمدة عشان الأعمدة تنزل معاك في مكانها المظبوط، في الإطار المظبوط، في الحيز المظبوط بتاع الدور اللي انت هتشتغل فيه. يعني أنا مثلا خدتها من الأدوار المتكررة وعايز أنزلها على باقي الأدوار، فأنا بعمل حاجة زي حدود للمبنى كده. لو لاحظنا هنلاقيها ايه، معمولة هنا اهي باللون الأخضر، ومعمولة هنا اهي، ومعمولة هنا برضو اهي. فأنا ايه بحدد بس حدود المبنى لو تلاحظوا، بحيث ان الأعمدة اروح جاي واخدها مثلا من الكورنر ده، اروح منزلها في نفس الكورنر هنا، واروح منزلها في نفس الكورنر هنا، وابدأ ابص اشوف الأعمدة دي مثلا مظبوطة في المتكرر مثلا، وبايظة في الدور الأرضي، نازلة في نص أوضة، نازلة في ريسبشن، وهكذا. طيب التكست الداخلية دي أنا مش عايزها برضو، فأنا ممكن ايه نشيلها، نشيل دي كلها كده، نعمل ايه لير بريفيس. تمام، لو نلاحظ المبنى بيفضى معانا واحدة واحدة، ده كان طبعا ب3 اختصار لباب رقم 3 يعني، فاحنا برضو مش محتاجين ايه الكتابة دي كلها، فاحنا برضو ايه نشيل الكلام ده، المبنى بيفضى معانا واحدة واحدة. طيب دي برضو كانت حاجات خاصة بالأبواب، نشيلها. تمام طيب في ايه تاني؟ في باب هنا اهو. طيب عندنا ايه كمان؟ حاجة تبع الباب دي برضو، ودي كمان تبع الباب. تمام تمام كده. طيب الشبابيك ممكن اختار الشباك واقول لير ايزوليت، واروح مختار الشبابيك ومسحها واعمل لير بريفيوس. نبدأ بقى ايه نعمل الاستاتيكال سيستم بتاعنا. طيب مبدئيا انت لما تيجي ترسم كاميرات مثلا لازم تتأكد ان الكاميرا دي طبعا فوقها حيطة هتشيلها، وبرضو لازم تشوف ان الكاميرا دي تحتها حيطة. ليه بقى؟ لان انت ممكن الكاميرا بتاعتك يبقى فوقيها حيطة، فانت عملت الكاميرا عشان تشيل الحيطة اللي فوق. هقول لك كلام جميل يا باشمهندس، صح مش غلط، بس ممكن يكون الكاميرا دي مفيش تحتها حيطة،
فبالتالي هتبقى شايلة الكاميرا اللي في الدور اللي فوق، بس الساقطة في الدور اللي تحت وشكلها وحش مش كويس. يعني مثلا انت دلوقتي جيت عندنا حاجة زي دي كده، ده كان ريسبشن واسع، تمام. لو انا جيت مثلا في الادوار اللي فوق قفلت دي اوضة كده، قفلت دي مثلا كده، فانا رحت جاي بصيت في الدور اللي انا هشتغل عليه، دي هتشيل ايه، دي هتشيل حيطة، فرحت قافل دي بكاميرا وقافل دي بكاميرا، تمام صح مش غلط. بس خلي بالك الحيطان اللي انت حطيتها دي، اللي الكاميرات اللي انت حطيتها دي هتشيل الحيطان بتاع الدور اللي فوق، لكن هتبقى سقطالك تحت فين؟ في الريسبشن ده يا باشمهندس. يبقى انت قاعد كده انت والضيوف في الريسبشن، وسقط لك كاميرا هنا وسقط لك كاميرا هنا، شكلها مش حلو خالص، تمام. لكن لو الكاميرا مثلا 25 وشايلة حيطة فوقها 25، وتحتها بقى لو جيت تبص لقيت حيطة برضو تحت الكاميرا بعرض 25، فطبعا مع المحارة والحاجات دي الحيطة الكاميرا بتتدرى مع الحيطة، وانت ما بتشوفش سقوط للكاميرات. لكن ما ينفعش اروح ابص، ده انا فوقي فوقي هنا حيطة، يبقى اقفل دي كاميرا، هنا في حيطة هقفل دي كاميرا. طب ما تبص تحت، جايز يكون تحت ما فيش حيطة، فيبقى الكاميرا ده ساقط. فانت هيبقى قدامك حاجات، حلول ممكن تعملها، ممكن تعمل مثلا نظام تاني فلات سلاب، اي حاجة، او ممكن تعمل هولو بلوك وتعمل هيدن بيم، او ممكن تشيل الكاميرا وتحط فواتير. يعني ايه فواتير يا باشمهندس؟ يعني لو انت عندك حيطة زي دي هنا، بس ايه، لو انا عملت كاميرا هنا هتبقى سقطالي في الدور اللي تحت، لا انا ممكن اشيل الكاميرا واجي مكان الحيطة هنا اكثف حديد، احط حديد كتير في البلاطة مكان الحيطة، بحيث ان هو يشيل وزن الحيطة اللي موجود فوق، تمام كده؟ تمام. نيجي نقول ملحوظتين كمان على الكاميرات، ان الكاميرا بتكون عرضها قد عرض الحيطة اللي شايلاها، فاحنا عارفين ان الحوائط الخارجية بتكون 25 سنتي عرض، والحوائط الداخلية بتكون 12 سنتي. فانا ما اجيش بقى تبقى حيطة خارجية عرضها 25 سنتي واروح حاطط تحتها كاميرا 12، تمام. يبقى لازم تكون عرض الكاميرا قد عرض الحيطة اللي هيشيلها، تمام. ما ينفعش يبقى عندي كاميرا شايلة كاميرا واروح جاي اخلي الكاميرا اللي شايلة القطاع بتاعها اقل من اللي متشالة. يعني ما ينفعش يبقى عندي كاميرا قطعها 25 في 60 اروح جاي محمل عليها بكاميرا 25 في 70، ازاي هشيلها واحدة اتقل منها؟ طبعا ما ينفعش. طيب ايه تاني؟ احنا قلنا ان عرض الكاميرا قد عرض الحيطة اللي فوقه. طيب لو الكاميرا فوقها حيطة 25، فانا عملت كاميرا 25، تمام يا باشمهندس صح مش غلط. بس فرضنا ان الحيطة اللي تحت الكاميرا 12، كده بقى عندك في بروز 12 سنتي او 13 سنتي من الحيطة، يعني من الاخر الكاميرا برضو لسه ساقطة ولسه طالعة ببروز. يعني ايه؟ يعني انا عندي الكاميرا 25 شايلة حيطة فوقها في الدور اللي فوق 25، لكن الحيطة اللي تحت الكاميرا 12، فيبقى عندك الكاميرا بارزة من الحيطة 13 سنتي، يبقى انت كده ما عملتش حاجة، تمام. فانت حاول انها تبقى عرضها برضو على قدر المستطاع يبقى مساوي لعرض الكاميرا، لعرض الحيطة اللي فوقها وعرض الحيطة اللي تحتها، تمام. نيجي بقى نشتغل، احنا هنشتغل فين؟ هنشتغل في البلان ده. فهنيجي نبص تحت زي ما اتفقنا، والله ايه رأينا نعمل دي كمر، الحتة دي كده كلها تتقفل كمرات، نروح نبص على الدور اللي طبعا هي هنا كانت حوائط، فحوائط يبقى هيشيلها كمر، فانا بفكر اهو، فيبقى انا هنا هعمل هنا كمر عشان يشيل الحوائط دي. طيب انا هروح برضه ابص على الدور اللي تحت اشوف كان في حوائط ولا لا، كان في حوائط، يبقى انا دلوقتي هقفل دي كمرات وهتشيل الحيطان اللي فوق اللي في الدور بتاعها يعني، وتحتية حوائط، فبالتالي الكاميرات دي مش هتبقى ساقطة في الدور اللي تحت، يبقى مفيش مشكلة ان انا اقفل دي كاميرات خالص. هقفل دي من هنا اهي كده، وايه وعندنا دي كمان نعمل امر اكستند، تمام كده. تمام هناخد الخط ده نقول له كوبي مثلا من هنا،
تمام كده، نكمل بقى إن شاء الله المحاضرة رقم 3، اللي هي مش رقم 3 يعني، هو بس في عندي مشكلة في البرنامج بيسجل 10 دقايق بس، حاجة زي كده. فاحنا هنكمل يعني الاستاتيكال سيستم بتاعنا. فاحنا ايه قفلنا دي كاميرات، ليه قفلتها كاميرات يا باشمهندس؟ لأن والله كان فوقها حوائط، فأنا قفلتها كاميرات عشان تشيل الحوائط، وفي نفس الوقت بصيت على الدور اللي تحتيه اللي هو كان الدور الأرضي، فلقيت إن كان في حوائط برضو، فأصبح إن الكاميرا دي شايلة الحيطة اللي فوقها، وكمان في تحتها حيطة، فأنا مطمن إن هي مش هتبقى ساقطة في الدور اللي تحت. طيب نيجي هنا، حاجة زي دي، كاميرا زي دي، أروح أشوفها هنا أهي. أيوة صح، كان في هنا حيطة، يبقى أنا هقفل دي كاميرا. استنى بص على الدور اللي تحت برضو اهو، ايوه كان في حيطه، يبقى مفيش مشكله دي تتقفل كاميرا. ليه؟ هتشيل الحيطه اللي فوق، وفي نفس الوقت مش هتبقى ايه ساقطه في الدور اللي تحت. ممكن نقفل المحاور، نختار المحور وندوس على لير لوك، ممكن نجيب اللير دي هنا كده، فنختار من هنا ايه لير لوك وندوس على المحاور، اتقفلت. ليه بقى دوست قفلت المحاور؟ ما هو معنى ان انا اعمل لير لوك او اعمل لوك للير معينة، معنى كده ان انا مثلا لو جيت اعمل سيلكت مثلا الحاجة دي واعمل لها ديليت مش هتتمسح، لو مهما اصل انا عملت لها لير لوك، فيبقى مش مسموح لي امسحها، مش مسموح لي اعدل فيها، لما اجي اعمل سيلكت او حاجة مش هيجرى لها اي حاجة. انا عملت لها لوك عشان لما اجي العب يعني في الكاميرات، احركها، اعمل لها ستريتش، اعمل لها اكستند، اعمل اي حاجة في البلان، ما فيش حاجة تحصل لإيه للأجساد بتاعتي. ممكن نعمل كده كمان مع الهاتش بتاع الأعمدة بالأعمدة، عشان برضو الأعمدة كمان ما يحصلش معاها مشاكل أهي. تمام كده، نكمل بقى، هنعمل اكستند وبعدين هنمد الكاميرا دي. طيب تعالى نشوف الكاميرا اللي تحتيها، اه هنا حيطة، يبقى انا هعمل كاميرا، اروح ابص على الدور اللي تحت برضو، تمام في حيطة برضو، يبقى مش مشكلة ان انا اعمل هنا ايه كاميرات. طيب تعال نشوف دي، ايوه في حيطة يبقى اعمل كاميرا، وفي في الدور اللي تحتي حيطة، تمام يبقى دي برضو كاميرا. طيب تعال نشوف الاربعة دولت هناك كده موجودين، هنا اهو حوائط، يبقى المفروض اعمل كاميرات، وهروح ابص على الدور اللي تحت اشوف في حوائط ولا لا، عشان لو مفيش حوائط يبقى الكاميرات دي هتبقى ساقطه في الدور اللي تحت وشكلها وحش. فانا هبص اه في حوائط، يبقى مفيش مشكله ان هي تتقفل كاميرات. تمام كده، تمام. طيب ايه تاني فاضل؟ الجزء ده اللي تحت ده، فاضل الجزء ده. فاحنا نيجي نبص هنا، هنلاقي هنا ايه، ايوه في هنا حوائط، فمحتاجين نحط كاميرا، وموجود برضو حوائط في الدور اللي تحت، يبقى مفيش خوف منها، يبقى دي تتقفل كلها ايه كاميرات. طيب تعال نشوف دي ودي، دولت كده ودولت كده، وهنيجي نبص تمام حوائط هيتعمل لها كاميرات. طيب نروح نبص على الدور اللي تحت، هنلاقي برضو ان هنا في حوائط وهنا في حوائط. معلش بس عشان في عندي مشكلة في الماوس، هنا دي هتتقفل كاميرا ودي هتتمد برضو، تمام. طيب بعد كده هنيجي هنا، دي هتتقفل كاميرات، تمام. بعد كده دي برضو هتتقفل كاميرا من هنا لحد هنا، وبعدين هناخد الخط ده كوبي مثلا من النقطة دي، ننزل بيها هنا، تمام. طيب فاضل ايه؟ فاضل الجزء ده كده، تعال نشوف. والله هنا في حوائط، هتحتاج كل الحاجات دي كلها، هتحتاج كاميرات. نروح نبص في الدور اللي تحت، هنلاقي برضو ايه نفس الكلام، تمام. هنروح جايين هنا اهو، هنعمل اكستند
هنوصل دولت. طيب هنوصل ده، تمام. هنقفل ده مع ده وده مع ده وايه وده مع ده. طيب فاضل ايه تاني يا باشمهندس؟ طب يا باشمهندس انا كده ايه كده، تمام كده انا خلصت. اقول لك لا، انت لسه ما خلصتش. البلكونات بتتمثل في الاستاتيكال سيستم بخط واحد بس مش بخطين، فانت هتشيل الحدود اللي جوه دي وهتسيب الحدود اللي بره. ده بالنسبة للبلكونة دي، دي معمولة بلوك. طيب تعالى نمسح اول حاجة دي. طيب لو عندنا بلوك زي ده هنعمل ايه؟ نختاره، نختار اكس انتر يعني اكسبلود، فهيتفجر، هتلاقي كل خط بقى لوحده. نختار البلوك، ندوس اكس انتر يعني اكسبلود، يعني خليه لي كل حاجة لوحدها، مش عايزه يبقى شكل واحد كده، تمام. بعد كده ايه، اخترنا الحاجات دي مسحناها، هنيجي هنا لقينا ده كمان بلوك اهو. طيب وده لا، ده كل خط لوحده. فهنفجر البلوك، هندوس اهو اكس انتر، اتفجر خلاص. هنيجي هنختار كل خط لوحده، تمام مفيش اي مشكلة خالص. اخترنا ايه، البلكونة دي، ومسحنا الحدود اللي جوه. هنعمل كده كمان في ايه، البلكونة اللي فاضلة دي، هنمسح الخطوط الداخلية كلها اهو. طيب انا كده خلصت يا باشمهندس. اقول لك لا، لسه برضو. دلوقتي فين الحمام بتاعك؟ انت هتيجي تبص هنا هتلاقي ده حمام، هتلاقي ده حمام، وهتلاقي ده مطبخ. طيب فانت المفروض بتعمل لهم ايه، سقوط تقريبا مثلا 8 سنتي 10 سنتي، عشان الصرف وعشان العوازل والخشن المقطران والكلام ده كله. فيبان منين ان ده وده وده ساقطين، ساقطين يعني بسمك معين. فانت هتروح جاي دايس اتش انتر تاني، هتقول اتش انتر، هيفتح لك القايمة دي، هتختار شكل الهاتش، هتجيب ديت، هتختار الشكل ده، هتقول اوكي. وبعد كده هتقول له اد بيج بوينت، هتدوس له جوه الشكل ده، جوه الشكل ده، جوه الشكل ده، وجوه الشكل ده، وهنا كمان، وهنا كمان. هتقول له انتر، هتقول له بريفيو، ما تدوس اوكي على طول، قول له بريفيو الاول. قال لك التهشير هيبقى كده. طبعا التهشير كده شكله مش كويس، فانت هتيجي في السكيل هنا، جرب مثلا تخلي السكيل فاكتور بدل ما كان بواحد تخليه بنص، جرب كده برضه شكله مش كويس. طيب خليه بربع، برضه مش قد كده. انت ممكن تخليه ايه، بواحد من عشرة، وتقول له وريني لقيته انت كده، تمام. التهشير هيكون ايه، هيكون كده. طيب قول له مثلا اوكي. طيب فانت المفروض الحتة دي ما تهشرتش، تقول له اد بيج بوينت، وبعدين تقول له بريفيو، تمام كده، تقول له اوكي. كده هو يفهم ان الحاجات دي ايه، ساقطه في البلان، تمام كده. طيب فاضل لي حاجتين كمان، ايه هما؟ الحاجه الاولى ان انت هتجيب ابعاد الكاميرات كام، والحاجه التانية ان انت تقول سمك البلاطات كام. يعني انا هقول له السوليد مثلا 12 سنتي، الفلات مثلا 17 18 سنتي، الكابولي مثلا كذا. فانت محتاج لسه ابعاد الكاميرات، ومحتاج كمان سقوط ابعاد الكاميرات، ومحتاج كمان سمك البلاطات، تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل في دورتنا اللي هي تصميم الفيلا، المبنى بتاعنا اللي هو هيكون طبعا ارضي اول دوبلكس، وباقي الادوار مباني سكنية عادية. هنيجي هنا، احنا وصلنا المرة اللي فاتت في الفيديو اللي فات
لحد الشكل ده. طيب نيجي اتفقنا ان احنا فاضل لنا ان احنا نجيب سمك البلاطات، وفاضل لنا ان احنا نجيب ابعاد الكاميرات. هقول لك طيب احنا اتفقنا ان الكاميرات الخارجية كام؟ قلنا 25 في كام؟ 25 عشان عرض الحيطة اللي فوقها 25، واللي جوه 12 سنتي. ليه؟ لان الكاميرات، لان الحوائط اللي فوقها كانت 12 سنتي. ما احنا اتفقنا ان الكاميرا عرضها قد عرض الحيطة، يعني الحيطة اللي فوقي 25، يبقى كاميرتي 25، عرض الحوائط بتاعتي 12 سنتي، يبقى الكاميرات بتاعتي 12 سنتي في العرض. يبقى انا عارف عرض الكاميرات لكن مش عارف سقوط الكاميرا. يعني مثلا الكاميرا 25 في 60، انا مش عارف الكاميرا 25 في كام او 12 في كام. او لو هي مثلا 25 في 60، اجيب الستين دي ازاي؟ هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. طيب هنروح احنا شغالين ازاي بقى ان شاء الله؟ انا بس هوقف الفيديو ثانية وهجيب ورقة موجودة معايا على اللاب، يعني فيها ازاي تحسب التي بتاع الكاميرا، اللي هي لو سيمبل بيم بتاخد الاسبان على 10، ولو كونتينوس بتاخد الماكسيمم اسبان على 12، ولو بيم وسكانتليفر بتاخد الاسبان على 12 وطول الكابولي على 5 وتاخد الكبير منهم، وبتقرب التي لأقرب 5 سنتي للزيادة. تمام. وأقل تي عندك للكاميرا بتكون 40 سنتي. بمعنى لو احنا جينا نطبق لو جينا نطبق الكلام ده هنا، تعال نبص كده على أقصى، يعني الكاميرا زي دي مثلا كانت كونتينوس. طيب وكاميرا زي دي كانت كونتينوس. طيب هو انت يا باشمهندس هتمسك كاميرا كاميرا تحسب لها التي؟ يعني انا امسك الكونتينوس دي اجيب التي بتاعتها، وامسك السيمبل دي اجيب التي بتاعتها وكده؟ هقول لك بص يا هندسة، انت شوف كاميرا كونتينوس مثلا زي دي او كاميرا كونتينوس زي دي، احسب يعني مثلا الاسبان ده تقريبا اكبر من اي اسبان موجود هنا. تمام. فانت هتروح واخد الكاميرا الكونتينوس دي حاسب التي بتاعتها، وتاخد واحدة سيمبل مثلا زي دي، تمام، او سيمبل زي دي، وتقسم الاسبان على 10، فهتجيب التي بتاعتها. فانت دلوقتي لو جبت التي بتاع الكاميرا دي او التي بتاع الكاميرا دي، شوف بقى يعني شوف لما انت حليت الكونتينوس دي اداني مثلا التي ب50 سنتي، وحليت السيمبل اداني التي مثلا ب40 سنتي. فانت هتروح جاي موحد الكاميرات كلها ان التي بتاعتها ب50 سنتي. تيجي نشوف الكلام ده، تعال نشوف الكلام ده. دلوقتي احنا عندنا كاميرا زي دي كونتينوس، اكبر اسبان فيها تقريبا كام؟ تعال نشوف ده كام. ده 64. طبعا لو انت عايز تخلي الدايمنشن دي زي دي بالظبط، هتدوس ام اي انتر، يعني ماتش بروبرتيز. هتروح جاي دايس على الفونت ده كده، وبعدين تروح محدد ده، هتلاقيه ايه كتبه لك بنفس الشكل وبنفس اللير وبنفس كل حاجه. طيب تعال نشوف مثلا زبان زي ايه، زبان زي ده كام؟ 84. تمام كده ماتش بروبرتيز ام اي انتر، وبعدين اروح دايس على الشكل. تمام. طيب تعال نشوف كده هنا الزبان ده كان كام مثلا. الزبان ده كان 95 زي ما قلت لكم تقريبا، ده اكبر زبان عندي في الكاميرات الكونتينوس. يعني فانت هتعمل ايه بقى؟ انا مش هقعد احل كل كاميرا كونتينوس، لا انا اشوف الكاميرات الكونتينوس وبعيني المح اكبر زبان في الكاميرات الكونتينوس فين، هلاقيه هو ده. فاحنا قلنا كاميرا الكونتينوس بتاخد الزبان على 12، يعني ايه؟ يعني هقوم قايل 5.91 على 12، بس خلي بالك ده كده بوحدة المتر،
فانت هتضرب في 100 عشان تجيب وحدة السنتي، يبقى 49 وربع، يعني هنقربها لأقرب 5 سنتي، يعني 50. يعني الكمرات هتكون 25 في 50 أو 12 في 50. محكمش دلوقتي برضو، أنا أحكم إمتى بقى؟ أحكم لما أشوف الكاميرا السيمبل هتديني كام. يعني هاجي على كاميرا سيمبل زي دي، هقيس الأسبان بتاعها اداني كام، نعمل ماتش بروبرتز، وبعدين نختار دي، وبعدين نختار دي. طيب 73. طيب تعالى نعمل نقيس مثلا دي ونقول ماتش بروبرتز، وبعدين نختار ده ومنه نختار ده، 53. مين الأكبر فيهم؟ هنلاقيها 3.17. طيب تعالى مثلا نشوف كاميرا سيمبل تانية زي دي، تمام كام، نعمل ماتش بروبرتز، نختار دي وبعدين نختار دي، 3.4. طيب أكبر واحدة منهم كام؟ 3.52. هروح جاي طالما هي سيمبل بي، ما هم قايل 3.52 على 10 في 100 عشان احول بالسنتي، اداني 35.2، هتتقرب لأقرب 5 يعني 40. طيب يعني انا لما حليت الكونتينوس اداني التي ب50، ولما حليت السيمبل اداني التي ب40، يبقى انا هشتغل على ال50 طبعا. يبقى الكاميرات اللي بره هتكون 25 في 50، الكاميرات اللي جوه هتكون 12 في 50. نمسح بقى ايه الحاجات دي، تمام تمام طيب هتروح جاي انت بقى هندسة تعمل ايه؟ انت ممكن تقعد تكتب هنا كاف 25 في 50 وكاف 12 في 50، بس هتقعد تكتب. فعشان تقعد تكتب هتقعد تظبط التكست بتاعتك الاول، هتدوس تي وبعدين انتر، وبعدين هتدوس عفوا من فورمات، هتختار تكست ستايل، وهتبدأ بقى تظبط التكست بتاعك وتختار مثلا عايز الفونت اللي هو الخط يكون ايه، عايز الهايت يكون ايه، عايز الويتس يكون ايه، الكلام ده. فانت ممكن تريح دماغك وتجيب مشروع قديم معمول، تاخد منه مثلا كاف 25 في 80 مثلا، تغير فيها تخليها 25 في 50، وتبدأ تحطها على الكاميرات الخارجية بتاعتك، وبعدين تدخل على الكاميرات دي تكتب 12 في 50، وتبدأ تحطها ايه على الكاميرات التانية اللي هي الداخلية. خارجية تبقى 25 في 50 ان شاء الله، داخلية تكون 12 في 50 ان شاء الله. فانا هوقف الفيديو بس على ما افتح مشروع قديم ونجيب منه بس اللي هي كاميرا كذا في كذا، ونكمل شغل بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل بإذن الله. ده مثلا مشروع زي ده هناخد منه كتابة زي ما اتفقنا، هنقول كنترول سي، بعد كده هنفتح مشروع بتاعنا هنقول كنترول في، هنلاقي الكتابة ظهرت معانا، هندوس كليك شمال، تمام كده بس. فاحنا هندوس عليها كليكتين، رقم 2 دي هنخليها رقم 1 عشان تبقى كاف 1، هنخليها 25 في 50 زي ما اتفقنا، ادي كاف 1 25 في 50. بعد كده هنختارها، وبعد كده هنقوم قايلين كوبي، وهنروح واخدين الكتابة بتاعتنا ونبدأ نحطها هنا على الكاميرات بتاعتنا، تمام. فاضل ان احنا نعمل على الرأس اللي هنا واللي هنا، فهنروح جايين مختارين دي
عاملين روتيت ار او انتر، هنلفها ناخدها كوبي، بعد كده ناخدها هنا نبدأ نحط بعد الكاميرات هنا اهي. طيب في حاجة مهمة جدا برضو عايزين نقولها دلوقتي، انا ليه خليت الكتابة محطوطة بالمنظر ده بالذات؟ لان انا ببص للوحة منين؟ انا ببص للوحة من اليمين من تحت، يعني عينك هنا كده يا باشمهندس، انت باصص من هنا للوحة كده، فلازم تخلي الكتابة هنا كده اتجاه عينك، وتخلي هنا دي كده. تمام. طيب فاضل ايه تاني؟ فاضل كاميرات داخلية، فاحنا ممكن ايه نروح جايين هنا ندوس على دي مرتين، نسميها كاف كام بقى؟ نخليها كاف اتنين، كام؟ 12 في 50. ادي ايه؟ ادي كاف اتنين 12 في 50، هناخدها كوبي، هنبدأ نحطها فين؟ على الكاميرات الداخلية، هنا كده، هنا كده، هنا، نحطها هنا كمان، وهنا، وهنا، تمام. هتقولي كاميرات السلم، هقولك سيبها دلوقتي. بعد كده عندنا ايه؟ فاضل الكاميرات الأفقية، هناخد دي روتيت، هنظبطها، بعد كده هناخدها كوبي، وبعدين هنحط الكاميرا هنا وهنا وهنا. طيب تعال نقول حاجة مهمة بقى دلوقتي، السلم مش انا ممكن اعمل مع السلم كاميرا مكسرة؟ طيب يعني ايه كاميرا مكسرة؟ طبعا المفروض ان احنا عارفين ان الكاميرا اللي بتبقى مكسرة او الكاميرا اللي بتغير مسارها بيبقى عليها تورشن، بيبقى عليها مومنت تورشن، فبالتالي اقل عرض للكاميرا اللي بيحصل لها تورشن اقل عرض 25 سنتي. تمام، فاحنا عشان نتفادى الحوار ده يعني يفضل، طبعا السلم بيتشيل بكذا طريقة، فانا بقولك المعلومة دي ليه؟ لان انت ممكن تشيل السلم بطريقة معينة او بكمر مكسر او باي حاجة، فانا بقولك يفضل يعني خلينا نعمل كمرات السلم 25 سنتي عرضها عشان موضوع التورشن ده. طبعا هي على حسب انت مشيله ازاي، مش لازم يعني تبقى 25، بس انا بقول كده للناس اللي مثلا ضعيفة في ان هي ازاي تبقى عارفة تتحمل السلم وكده، فده بالنسبة لهم هيبقى ايه اضمن يعني ان هم يعملوها 25. تمام كده يا جماعة، هذا ايه السلم اهو. طيب خلينا ناخد من هنا موف، وناخد ده كده. تمام كده احنا ايه كتبنا كاميرات، خلصنا الحاجات دي، فاضل ايه؟ فاضل سقوط البلاطة. طيب البلاطات السوليد سلاب بنحسب التي اس بتاعها ازاي، اللي هو السمك يعني؟ قالك التي اس بتاع البلاطة السوليد سلاب على حسب هي وان واي ولا تو واي. طب يعني ايه هي وان واي ولا تو واي وبعرفها ازاي؟ يعني مثلا عندي باكية زي دي فيها 4 كاميرات، دي اسمها باكية سوليد سلاب. اعرف منين ان هي وان واي او تو واي؟ بحسب حاجة اسمها الار، الار دي بتساوي اللونج على الشورت، يعني اقسم الطول الكبير للباكية على الطول الصغير للباكية. تمام، لو اقل من او يساوي الاتنين يبقى تو واي، لو اكبر من الاتنين يبقى وان واي. طيب كده احنا عرفنا يعني ايه بلاط سوليد، يعني ايه اعرف يا وان واي، يعني ايه اعرف يا تو واي. طيب عرفنا احنا الكلام ده، ايه تاني؟ طيب هي لو وان واي احسب التي اس بتاعها ازاي، ولو تو واي احسب التي اس بتاعتها ازاي؟ لو وان واي بتاخد ال ال شورت على 25
لو كانت الباكية دي سيمبل، وعلى 30 لو كانت متصلة من ناحية واحدة، وعلى 36 لو متصلة من ناحيتين. طيب تعال نشوف الكلام ده. يعني مثلا باكية زي دي متصلة في اتجاه اكس من ناحية واحدة، متصلة في اتجاه واي من هنا بالكابولي، ما هو الكابولي بلاطة برضو، ومن هنا بباكية تانية، يبقى هي في اتجاه واي متصلة من ناحيتين، في اتجاه اكس متصلة من واحدة. طيب لو انا جيت احسب التي اس، احسبه ان هي متصلة من ناحية ولا من ناحيتين؟ اقول لك لا، احسبه انها متصلة من الناحيتين. تمام. طيب عندنا مثلا باكية زي ايه؟ برضو دي من ناحيتين وهنا من ناحية، طب ودي من ناحيتين ومن هنا متصلة بالفلات سلات. طيب تمام. طيب انت قلت لنا على 25 لو باكيه سيمبل، وعلى 30 لو متصلة من ناحية، وعلى 36 لو متصلة من الناحيتين. هقول لك ايوه يا باشمهندس. هتقولي بس دي في حالة الوان واي، طب لو التو واي؟ هقول لك خد ال ال شورت اقسمه على 35 لو سيمبل، وعلى 40 لو متصلة من ناحية، وعلى 45 لو متصلة من الناحيتين. تمام. يبقى اول حاجة انت هتمسك الباكية تحسب الار ال لونج على ال شورت بتاع الباكية، عرفت هي وان واي ولا تو واي. لو وان واي تاخد ال ال شورت على 25 لو سيمبل، على 30 لو متصلة من ناحية، على 36 لو من ناحيتين. طيب لو كانت تو واي يبقى على 35 لو سيمبل، على 40 لو متصلة من ناحية، على 45 لو متصلة من الناحيتين. طيب تمام يا هندسة. هو امسكهم باكية باكية يا هندسة احسب التي اس لكل واحدة منهم؟ هقول لك لا، انت تشوف اكبر باكية سوليد سلاب فين في ال ال شورت، لان احنا بنقسم ال شورت على 25 او 30 او 36، فانت ال ال شورت هو الفاكتور اللي بيجيب لك التي اس. فانت تشوف اكبر باكية سوليد سلاب في ال ال شورت كانت بكام، وهي دي اللي هتحسب بيها التي اس. يعني احنا مثلا لو جينا نبص هنلاقي مثلا، تعال نشوف دي باكية دي 4، ال ال شورت بتاعها ب 4. طيب ودي برضو ال ال شورت ب 4، هنا ال ال شورت ب 3.62. طيب هنا ايه 3 تعال نجمع دولت، 2.29 زائد 1.82، دي 4.1، ده في الاتجاه ايه الطويل، الاتجاه القصير 3.62. معنى كده ايه؟ مش معنى كده ان اكبر باكية سوليد في ال ال شورت هي دي؟ عبارة عن كام في كام؟ عبارة عن 4.94 في 4. فاحنا هناخد الـ4. تمام. طيب يا تمام. طيب هي ايه؟ متصلة من ناحية من على اليمين، متصلة من الناحيتين في اتجاه واي، فانا اعتبرها متصلة من الناحيتين. طيب ما انا اقول لك حاجة احسن يا باشمهندس، احنا قلنا ازاي بنحسب التي اس، فاحنا للناس اللي عايزة تفهم قلنا لها ازاي بتتحسب. طيب انت لو حابب تأمن نفسك تعمل ايه؟ خد ال شورت اقسمه على 25. اقول لك ليه دلوقتي، انت اما تيجي تقسم 4 على 4 هيديك 1، طب 4 على 2 هيديك 2، يبقى كل ما المقام بيقل بيديك ايه؟ بيديك قيمة اعلى. فانا لما اقسم على 25 هيديني قيمة اعلى من اني هقسم على 30 او 36 او 40 او 45. تمام. فده هيبقى مديك تي اس كبيرة، فهيبقى حاجة كويسة يعني. فانت ممكن تعمل كده، وممكن تشوفها متصلة من ناحية ولا من ناحيتين، وتشوفها وان واي ولا تو واي، وتحسب التي اس، مفيش مشاكل. احنا بنقول ده وده، وطبعا اللي الناس هتحب تشتغل بيه هتشتغل بيه. طيب احنا جينا ناخد قلنا 4 على 25، بس طبعا ده بالمتر، فاحنا لو ضربناها في 100
هيديك 16 سنتي. هقولك لا خلاص ما تقسمش على 25. عارف ليه؟ لان السوليد سلاب كده بقت 16 سنتي، يعني شبكتين حديد، فما ينفعش. لا يعني السوليد سلاب معروف انها شبكة حديد واحدة، فانت اللي يخليك تعمل شبكة حديد علوية كمان في السوليد سلاب وفي كمان كمرات، انت كده بتخرب بيت الراجل، لان الفلات سلاب شبكتين حديد وما فيهاش كمرات. فانت تروح تعمل له السوليد سلاب شبكتين حديد وفيها كمرات، تقول لك لا. طب خلاص خلينا نحسبها ايه زي ما شرحناها. يبقى هنقول 4 ال ال شورت على كام؟ 4 على يعني متصلة من الناحيتين، يبقى 4 على 36 في 100 يديك كام؟ 11 سنتي بوينت 11. هقول لك استنى، انت التي اس بتاع البلاطة بتقربه لأقرب رقم زوجي او يقبل القسمة على 5. يعني ايه؟ يعني دي ما ينفعش تبقى كده، يعني انا ممكن اخد 8 او 10 او 12 او 14 او 15. ليه 15 يا باشمهندس؟ هقول لك بيقبل القسمة على 5 او 16. ما تزودش السوليد سلاب عن 16 سنتي، ما ينفعش تبقى رايح عامل له شبكتين حديد وكمرات كمان وتخرب بيت الراجل. لا انت ممكن بقى تروح مستغني عن السوليد وعامل فلات، تبقى شبكتين حديد وما فيهاش كمرات. تمام؟ يبقى دلوقتي احنا عرفنا ان السوليد هتبقى 12. تمام. طيب احسب ازاي التي اس بتاع الكابولي يا باشمهندس؟ هقول لك بتاخد طول الكابولي وتقسمه على 10، يعني هتقيس من اول هنا لحد هنا كام؟ هتاخد ماتش بروبرتيز، هناخد ده كده وده كده، اداك 170. 170 ده هيتقسم على 10، يعني ايه؟ هتقوم قايل 1.7 على 10 في 100، راح اداك كام؟ 17 سنتي. تمام؟ تمام يا هندسة؟ فهيبقى الكابولي مفروض 18 سنتي. تمام؟ في التي اس بتاعته. طيب نيجي بقى على الفلات سلاب، احسب ازاي يا باشمهندس التي اس بتاعت الفلات؟ هقول لك بتاخد اكبر سبان في الفلات سلاب تقسمه على 32، يعني هتروح جاي بص بعينك في الفلات سلاب شوف اكبر سبان فين، هتلاقي مثلا هتلاقيه هو ده مثلا. تمام؟ تعمل مابرتز، خد الدايمنشن دي وعلم على ده، هتلاقيه 4 76، يعني 4.76. هنقسمه على كام؟ هنقسمه على 32، هنضرب في 100. طبعا 14.87، فده طبعا يعني ايه تتاخد 16 سنتي. تمام؟ طيب تعال نشوف كده جايز يكون في زبان اكبر من ده، تعال نشوف الزبان ده كده كام. كام ده؟ ماتش بروبرتز، هنختار دي ونعلم على ده، 4 64. طيب ايه تاني؟ في زبانات تانية في الفلات. تمام، يبقى الفلات هتكون 16. فاحنا ممكن يعني طبعا كلنا عارفين ان الاريا ستيل بتساوي المومنت على الاف يلد في الجي في الدي، يعني الاريا ستيل علاقتها مع الدبس علاقة عكسية، يعني كل ما التي اس بتزيد الاريا ستيل هتقل وهوفر حديد. فاحنا ممكن ناخد الفلات 20 سنتي، فهيبقى زودت سمك خرسانة بس هيقل معايا نسبة الحديد لدرجة كويسة وهوفر وفرة كويسة، لان طبعا احنا عارفين الحديد اغلى بكتير من الخرسانة. فاضل ان احنا نكتب بقى جوه البلاطات دي التي اس بتاعتها بكام. فانا برضو يعني ايه هوقف الفيديو دقيقة واجيب بس حاجة من مشروع جاهز معايا طبعا انا اللي عامله، وايه وهنروح حطنا هنا.
ده بيبقى أسرع ليك في شغلك يعني. تمام كده. هنرجع تاني للرسمة بتاعتنا، هنقول كنترول في، هيروح ايه نازل هنا، تعالى نمسح دي، هتاخد ده هتدوس عليه كليكتين، 15 سنتي. السوليد سلاب زي ما اتفقنا كانت طالعة 12 سنتي، فاحنا لو مشينا معاها زي مبدأ الفلات سلاب اللي هو الاريا ستيل بتساوي المومنت بتاع الاف يلد في الجي في الدي، يبقى ممكن نكبر الدبس شوية في السوليد نخليه 14 سنتي، هيديني اريا ستيل اقل وحديد اقل طبعا، فهيبقى ده تكلفة كويسة ليا. هاخد دي كوبي، هنقلها هحطها برضو في الباكية دي، برضو في الباكية دي، في الباكية دي هنا الحمام طبعا، الحمام ده كمان وهنا كمان. طيب واروح واخدها حطيتها في الفلات، بس هكتب عليها كام بقى، 20 سنتي كده. الاستاتيكال سيستم ده ايه، خلص. ان شاء الله المرة الجاية هنعمل دي اكس اف لبرنامج السيف، وهنبعت البلان للسيف وهنصممه ونطلع المومنت اوف ريزيستنس على الكمرات، على البلاطات وعلى الكمرات، ونجيب حديد البلاطة هيكون قد ايه، ونجيب حديد الكمرات هيكون قد ايه. اتمنى تكون الناس استفادت من الاستاتيكال سيستم وازاي بتحول من معماري الانشائي، واتمنى يعني من الله ان اكون قدرت يعني اوصل معلومة كويسة للناس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.